إلى الأمام سر أح دين أح دين أح دين دين أح دين حقوق قف قف يا أبني قف إلى الوراء در يمين يسار سيدي لك يسار يسار لف يا لك على اليسار إلا على اليسار وقف وقف إلى الأمام سر أح دين أح دين أح دين أح دين أح بس ابو عادل شو قاعدين المدرسه يتمطن للاولاد حرام لسه كل دقيقه واحد اثنين واحد اثنين واحد اثنين هسه كلها تعلمت منك بعدين مالك شايفتيهم كيف صاروا على الندهه ايه الله يعطيك العافيه الهي انا بدك مني شيء خليني اروح لا عاوزتك خليك هرب عندك لك عندك 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 انت وياه عندك عندك بدك تهرب انت وياه لف 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 سكر الباب سكر 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 لك انت رادف رادف ايوه اسبل باتجاه طاولة السفرة إلى الأمام سر أح دين 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 وقف تفضل يا أنستي الله يعطيك العافية أبو عادل إيه أخي احكي لنا من طقطة لسلام عليك شو صار معك إيه ستي نرجع لمرجوعنا من لما نزلنا وصلنا لتحت وشي إنه ها عم نحكي مع بعض وسوسن بدها تركب بالسيارة مع أبو عادل لا لا أبو صبحي قبل أنت نسيت تقول له إنه أبو عادل عرض علينا ياخذنا بسيارته بس أنت ما رضيت وقلت لي روح جيب سيارة لك سكوت أبو حمدي لك شو أعمل فيك خليه كمل سكوت إيه أخي الحاصله بقى هي وركبت لها السيارة وما شب لك إلا صرخت هذاك الصوت على آخ بطني ورحت ويا بتلحقوني يا ما بتلحقوني وراح يصير فيني مثل ما صار مع أختي الله الله بدي يجمعنا يا أختي من بعد ما فرغنا الموت صح سوسن خانم أو صغي ما كنت وعياني على حالي إيه هي ما بتعرف شو بتحكي أحيانا كريم يقبلني إيه ما عرفنا شو بدنا نعمل المهم تلعبجنا وطلعنا كلياتنا بسيارة أبو عادل وساعتها أنا وصلت بالسيارة بآخر لحظة وعلقت مع الشوفير علقة مو طبيعية ابدا مفكر حاله الشوفير بده ياخذ اجرة الطلب كاملة وانا لحالي طالعت 10 ليرات وعطيته اياهم واعتذرت له مين ما كان يقبل بنوب اما لما شاف سيارة الشرطة وشاف ابو عادل سكت وبكي تروح خنق على هالفصول اللي بتعمل لي اياها لك انت ما بهمك غير الاكل والمصاري على فلان اكل وفلان اخذ مصاري كذا سكوت ها ما بدي اسمع صوتك بنوب بنوب ولا ابو عادل نعم انستي خدوا وقفوا مع الأولاد حاضر عنستي تفضل عمو تعال حبيبي تعال تعال لك تعال الله لا يوفقك بتسمي بدل تعال 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 لك تعال صف لي هون صف جنب الأولاد صف أنا ما بوقف على الأولاد خلاص رح أحطك عريف أنا مالي ولا خلاص رح أحطك عريف سكوت ولا كنت وياه سكوت تفضل يا عنستي إيه أخي كمل تقبرني وصلنا للمستشفى وحاول الدكتورة طلة تفحصها لسوسن بس سوسن ما رضيت وين الدكتورة؟ ليش مو معكم؟ عم قول لحالي شو ناقصنا بدك تحكي لك ولا سلسلك الحكاية من الأول؟ لا تقبرني سلسلة راح سلسلك يا أختي ودخلنا هالمستشفى وسوسن وراسة وألف سيف ما حدا بيكشف عليها غير الدكتورة تبعها ايه دكتورة مغوى ايه ميوة بنت خايتي مغوى ميوة مغوى ميوة مغوى ميوة ايه كريم يقبلني ميوة وافق شن انطبق ايه المهم اختي لبين ما لقينا رقم تليفون الدكتورة تبع سوسن وفيقناها ولبست واجت كان صريخ سوسن وصل من اول طابع لرابع طابع بالمستشفى والتموا علينا هالمرضى ويا اللحظة قالت الدكتورة طلة فرصة شوف رجلك وفعلا اخذوني وفكوني رجلي شايفين رجلت جديدة مثل ما كانت ايه وبيا اللحظة هاي طلعت الدكتورة شو اسمها سوسن مغوى يا ابن ايوه الدكتورة مغوى مغوى ايه طلعت لتبشرنا انه سوسن حامل ان شاء الله الف مبروك الله يباركك فيك الله يخليك حامل
وليش شو هالنصاي؟ ما اتفقنا انه ما نسيبونا يكفينا عن الناس وسطك انت تضلي تنسيني وياد 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 يا بني. لك رعبتني شبهك، نطيت مثل حمص الكي. خلينا نفهم شو صار معك اخي دوتان. بدك تنزلي يعني بدك تنسي كريم؟ بدك تنزلي كريم؟ ما بنزلو انا يشال يا مدام شكريه. بدك تنزلي؟ لا والله ما بنزلو، هذا روح حرام. عفوا ست شاكيه شكنيه، هي امور خاصه وانا ما بيد ابدا ابدا حدا يتدخل فيها. بدها تنزيو يعني بدها تنزيو وانا جاي هون اذا بتريدوا عن اذنكم. كريم نعم لحقلي يا بنت. بدها تنزيو يعني بدها تنزيو، انا اللي بقنن هذا السي ستو شو ستو انه انا. ايه اخي وبقينا بالمستشفى لوقت ما شفتينا جايين. طيب والدكتورة طلع؟ الدكتورة طلع ما عاد تشوفني بعد هلا، تركنا بعض. وليه؟ شو سمعت؟ لي! وعلى شو عم تظلختي وفرحانة انت التانية؟ اما بيطلع لي افراح بانه الست سوسن حامل، بدها زلخوطة تانية هي. وليه؟ او يا حب الهوز يا حب الهوز ما حدا معتر غير الجواز. ترى لا لا يا اعزب اوعى تتجور خلت تتمايل مثل الحردونة. هذيك اليوم انا حامل منين الدراس فكشت على الدرج حوا. كريم يا بني ركز معي منيح. يركز ما بشغح اكثر من 10 مرات. تفضلي. قلت لك هي حيله عملناها مشان نفركس جوازه عزمي من الدكتوره طلا. من مين؟ طيه. واتفقنا نعمل هيك انا وابن اختي ربحي. ابن اختي مين؟ يبحي. كريم يا بني ايه كمي ايه توتان يكوني عم تضحك عي كي ما يبتقي ما في ويد وبيبقن عفيت من اول وجديد. كريم هلا بتتصل بالدكتورة مروة وبتسألها ولا قلك اسأل حالك يا حزغك ليش ما رضيت حدا من الدكاترة غير الدكتورة مروة يكشف علي. ميوة كريم يقبلني يعني هي انتهت قصة زوز اختك مع الدكتورة؟ انتهت وبس يا كريم وقفت الدكتورة طلة وقالت له شوف يا عزمي انا بفهم انه الولاد ما بيرغبوا انه تفوت مرة غريبة على البيت وتاخد محل امهم. ايه بس مو المشكلة بالولاد، انا حاسة انه رب العالمين سبحانه وتعالى هو نفسه ضد الجوازة وانا مستحيل وقف بوش رغبة رب العالمين. يعني هي شوفت عينك اليوم وصلت لقمة للتم ووصلنا لكتب الكتاب وطلعتنا قصة سوسن. ما تقلي انه هي من تدبير الولاد، هي هيك عم تحكي. هي كلها اشارات من عند رب العالمين ومشان هيك الجوازه دي مش لازم تتم مثل ما بيقولوا. يعني هو ما حكاها ما قنعها بقصة ولا شو؟ يعني هلا نهيت له الدكتوره مش تعرف له؟ صار عم خاف منك. ها شو ما يخطر على بالك انت ومرتك تفكروا مره ثانيه تعملوا شيء من ورا ظهري؟ اي والله لا تحلف اخي لا تحلف، خلاص اللي صار صار بس مشان المره الجايه ماشي الحال. بس انا اللي ما عم بفهمه لك ربحي يعني خالتك شلون وافقت معك تعمل التمثيليه؟ اول شيء خالتي ما بترد لي طلب، ثاني شيء هي مصلحتنا من مصلحتنا، يعني هي مجهون عليها تجي وحده تانية بدل ماما الله يرحمها على البيت تجي تتمقطع فينا.
مشان هيك هي وافقتني. قطعتها؟ لا. صحيح يا سلام يا سلام، مبسوطين. أهلين عمتي. خربتوا جوازة أبوكم وقاعدين ومرتاحين. نحن عمتي؟ ليش تحرق لنا البيت؟ شوفوا يا أولاد، والله إذا بعرف إذا واحد منكم له يد بهالموضوع ما بتعرفوا شو بده يصير. أنا اليوم رح أعرف القصة وراح أعرف خالتكم إذا حامل ولا لا. عمتي نحن شو دخلنا؟ شو دخلنا؟ مو أنت ومرتك كنتوا ناويين تجوزوا أبوكم لأملوله وتقلعوا الدكتورة؟ أنت ربحي قيمة العود من إيدك، خلي أبوك مرتاح، اضرب ما غمضت له عين. أكلناها ولي معقولة؟ انسلق بدري. شو ما نمت اخي؟ لسه ما نمت، افكر شو بدي نعمل. انت لا تعمل شيء، تقدر نرتاح. بس انا رح اخذ ابو حمدي وروح لعند الدكتوره مشان اعرف اذا سوسن حامل ولا لا. إيه لا تصغري عقلك، سوسن ما رح تكذب علينا. شلون ما بتكذب علينا؟ ما شفت جوزها لما دري انه حامل صار يصرخ ويعيط، ولما اجوا يفطروا كان هادي ولا كانه في شيء. اختي رجال ومرته، إيه ما بنعرف شو صار بيناتهم، بركي اتفقوا ينزلوا الولد. ومع هيك بدي اتاكد اذا كانت حامل، واذا صدق ظني وطلعت ملعوب من سوسو والولاد رح اروح اجيب الدكتوره طلع والشيخ وشهود ونكتب الكتاب ونخلص. انا خلاص بطلت اتجوز طلع، حسمتها بعد ما حكيتها ودخلت عليها ورفضت. إيه انا ما راح اقبل اتجوزها. لك اخي خليني روح شوف القصة انا بعدين بقنعك وفهمك، هلا انت نام وارتاح لك شوي. الله يعطيك العافية. ايه ولادن، هي اهلة ابو حمدي وراحي، يعني خططك انكشفت وبتجوزوا الدكتورة. لك يسلقوا بدنك الهي مثل ما سلقت بدني، شيء لك على العود. ما بيتجوز الدكتورة غير عجزتي استاذ. شلون يعني عجزتك؟ يعني شو حيطلع بايدك تعمل؟ شو يكون نحكي مع الدكتورة مروة ولا نحكي مع خالته انه تنتبه اذا حكيت مع عمتي؟ ما نحكي شيء. لساتك قاعد؟ الله معهم على التليفون، يلا بسرعة. قوم قوم قوم. سكر الباب. رجل رجل يسرق بدل عبدالله. ما ردي؟ عبرين؟ ما رح ترد هي. ما رد؟ ما رح ترد. سهرانين طول الليل امبارح. شو من وين ترد؟ أخي أحسن شي روح لعندها على البيت. ما رح يمشي الحال، ما رح نلحق. عندك رحت عند الدكتورة وأكيد قالت لها إنه خالتي مو حامل. لا الدكتورة مو معقول تحكي، لأنه هذا اسمه أسرار المريض. يا الله. بتقلها إنه أنا خالتها او امها او حماتها. بتقول لها الدكتور ليش ما تقول لها؟ تضرب بهالرعد او تسكرها بوشي. ما في حل يعني؟ في، بس ما بحبه انا، مضطرين عليه. يلا سيدي قضى احسن من قضى. شلون ما بتحبه؟ ما فهمت عليك. المهم هلا ما تجي الدكتوره طلع لعنا على البيت وترجع بقصه جوازتها من عزمي. ايوه كيف؟ لازم نلحق نجوزه. نعم؟ مثل ما قلت لكم، الحقوني لكم، الحقوني، تعالوا.